اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. رح نروح هلا لضيفتنا ستنيه حتوق اللي درست بالجامعه الاردنيه اداره اعمال ولكن اخذت دورات وتعلمت فاشن من وقت ما كان عمرها 15 سنه واسست لها براند خاص فيها بال 2019. اكيد رح نعرف منها تفاصيل رحلتها وكل هذه المواضيع في لقائنا اليوم. اهلا وسهلا بك ستنيه. اهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. اهلا وسهلا. ستنيه بالبدايه شو يعني اسمك؟ هلا هم معنا آلهة الجمال. آلهة الجمال. حلو حلو. بصراحة بأي لغة؟ بالشركسي. بالشركسي. رائع. أهلا وسهلا بيش. طبعا منورتنا وجمال شطاغي ما شاء الله يعني. خلينا بالبداية نتحدث عن بدايتك بمجال الفاشن والمجال هذا بشكل عام، شلون كانت ومتى بداية الفاشن عنا؟ يعني أنت بدايتك بهذا المجال. أوكي. بلشت وأنا 15 سنة. صراحة أنا صغيرة، أنا بحب هذا الموضوع. حلو. بلشت من 15 سنة أفوت في الموضوع أكثر وفتحت الانستغرام تبعي أنا عمري 18، فتحته هيك صراحة، ما فتحته إنه بدي أشتغل على الموضوع. شفت عم بيجي عليه شوية أتنشن صراحة وحبيت الموضوع إنه أبلش فيه أكثر وأكثر، أفوت في الموضوع أكثر وأكثر. كنت بلش بالأت كتور، فساتين سهرة وهيك. حلو. بس ما حسيت إنه ممكن سوقه يمشي، فحكيت بفوت على الريدي تو وير. ب 2019 دخلت في مسابقة اسمها خيط اليو ان، كانت مسابقه صراحه كثير حلوه واكسبيرينس بتجنن. حلو. واستغلت الموضوع لانه اجى عليه اتنشن كثير على السوشيال ميديا، استغلت الموضوع وفتحت ماي اون براند، ومن وقتها وانا شغاله على الموضوع كويس يعني. حلو. حلو. طيب اليوم ستنيه كثير في اشخاص بدرسوا دراسات تكون مختلفه تماما عن الشيء اللي هم بحبوه بالجامعه، ولكن يعني انت درستي اداره اعمال، حسيتي انه هذا الشيء ضاف لك خصوصا انه انت عم تشتغلي بمجال اخر اللي هو بحاجه لحدا يدير اعمال، بحاجه لحدا يكون مسؤول عن هذه الامور؟ هلا هو يس صراحه يعني إذا ممكن درست الفاشن كان ممكن شوي صعب علي إني أبلش ماي أون براند. البزنس صراحة ساعدني كتير. حلو. إنه كيف أبلش ماي أون براند، الماركتينج كيف إنه أجذب الناس لإلي، على أي أساس أنزل هذا الإشي، على أي أساس أشتغل هذا الإشي، فالبزنس صراحة ساعدني كتير يعني. حلو. طيب شنو الأشياء اللي أنت حريصة دائما على أنها تكون موجودة بكل كولكشن يندرج تحت اسمك؟ هو إشي كتير غريب صراحة، إنه إشي اللي بيميزني يعني عن أي ناس، اللي هو التوبس أنا بحاول يكون شوي أجي من فوق، يكون في هون باد، يكون عامل شيب للكتاف، يكون يا وبس بالتوب من فوق. حلو. طيب يعني في لك بصمة معينة يعني اللي أنت دائما تحرص أنها تكون موجودة، وهذا إشي كتير حلو يعني، يمكن أنت بتعتبريها غريبة ولكن أكيد هاي بتميزك عن باقي المصممين وباقي الأشخاص. طب اليوم لو بدنا نيجي نحكي كمان عن الفكره تبعت البراند تبعك والبزنس تبعك. من وين نبعت، من وين اجت؟ يعني انت اكيد درستي الفاشن، بلشتي كقطع وانتقلتي من عده مراحل لوصلتي لهي المرحله، فليه وصلتي تحديدا لهي المرحله وشو تحديدا انه الإشي اللي انت شفتيه انه لازم يكون موجود بالبراند تبعك؟ اوكي. هلا البراند تبعتي انا يعني اي فوكس انه يكون الاواعي شوي لكجوريوس، بس انه يكون افوردبل بنفس الوقت. حلو. انه البنت بتحب تشوف حالها حلوه، بتحب تشوف حالها انه هي لكجوريوس، انه البراندز الكبيره انه اتس نوت افوردبل لكل البنات 100%. فالبنت بتحب انها تورجي حالها انها هي لابسه حلو، عندها ستايل معين. فبالبراند تبعتنا احنا بنحاول انه نوصل الفكره انه نوصل البنت لهي النقطه انه هي حاسه حالها لكجوريوس، حاسه حالها زيها زي كل الناس، لبسها مرتب وتقدر تشتري يعني اتس افوردبل يعني لكل الناس. بالضبط. حلو. طيب انا بدي اشوف ويانا مجموعه من القطع، لو نقوم نستعرضهم انيا مره. اكيد. طيب نبدي اول شيء قطعة البيضة، يعني انا دائما الابيض مفضل بالنسبه لي. فلذلك راح ابدي بالابيض. هلا هذا الكولكشن تبع الصيف ل 2021. حلو. الفكره به هذا من ورا التوب، هذا من قدام وهذا من ورا. هلا هاي الكولكشن بتعكس الثقافه الهنديه. انا بحب الهند صراحه كثير وبحب الالوان وبحب كل شيء عندهم يعني،
فحبيت اخذ القطعه لبسهم هم اللي بلبسوه انه اعمله ماجرنايز اكثر بطريقتي انا مشان يكون يلبس ديلي بيسز يعني. هلا هذا اللي هو مفتوح من البطن عندهم هم كثير بيفتحوا الفتحه البطن موجوده مفتوح من البطن بس كمان تقدري تسكريه من تقدري تسديه بالخيط الموجود من هذا اللي هون بالبل. حلو صراحه حبيت الفكره يعني احنا خلينا نشوف دائما ممكن يركزون البراندات على الجابانيز نيك وهي الاشياء بس قليل كلش اشوف احد ممكن يستوحي من الافكار الهنديه لذلك فكره كلش حلوه. وهذا كمان برضه من كولكشن هذا من كولكشن برضه كمان نفس الشيء عندهم هم الفتحه انا بالفتحه حاولت ادخل الفتحه بكل محل الفستان هذا مع الفتحه هون برضه كمان انه تعكس اللبس تبعهم بس بطريقه مودرنايز اكثر يعني عم بقدر استوعب الفكره تبعتك لما عم تحكي بصمتك انه الشيء الاشياء اللي تكون ادجي وفيها يعني ادجز وفيها اللمسه خاصه فيكي ف صراحة حبيت الستايل تبع هذا الفستان أعتقد بناتها رح تروح على هذا الفستان يعني أعرف ستايلها فأعرف ممكن تروح ويا هيك قطع أوكي. هذا الفستان للكولكشن كان ب 2020 للشتاء فول وينتر. هذا كثير بحب هذا يعني عزيز على قلبي صراحة هذا الكولكشن لأنه وقتها كانت قصة صاير إنه بهذا الكولكشن حبيت أورجي إنه البنت انها هي تقدر تكون ام تقدر تكون بتشتغل تقدر تكون معلمه تقدر تكون كل شيء بس نفس الوقت تقدر تكون مرتبه. حلو انا صراحه اروح دائما للقطع البيسك يعني هيك قطع اول شيء لو لبسناها اسبوع كامل وسوينا لها ستايلينج كل مره شكل ما يقدر يعرف المقابل انه احنا لابسين نفس القطعه. لو غير انه احنا بنقدر مثلا بالقطعه اللي مثل هيك نشكل يعني بتقدري تغيري كل مره لا بالضبط مثل ما حكيت وهج يعني من فكره انه اذا كان الهيلز او الشوز سبورت او هيلز او الشنطه اختلفت او البلت عليها او الاكسسوارز فانت دائما يعني عم بتكوني عم بتغيري بقطعه واحده فهذا شيء كثير بيساعد اكيد. حلو بصراحه يعني شوف القطعه عمليه كلش عمليه. طيب نروح للقطعه هلا هذا للكولكشن كان مسابقه خيط مسابقه خيط. هلا انا من اصول شركسيه حبيت امزج الاصول الشركسيه مع الاردنيه. هلا بهون حبيت احط لمسه الرسمه الشركسيه مع تطريز الاردني. حلو ف يعني هذا هو كان الكولكشن هذا كان الكونسبت مالته بصراحه. حلو. فكره حلوه يعني حلو نشوف انه القطعه بيها رساله يعني مو قطعه واحد يلبسها وخلاص. حلو انه انا البس شيء له معنى لانه نشوف هواي الاشياء الموجوده بالسوق وكل مكان مليان سنانير او هيك شيء بس حلو الانسان يلبس قصه يلبس شيء له معنى. واحس لما تكون القطعه واحد مشتغلها بحب فعلا حتى الفايبس او شعوره لما يكون لابسها غير انا يعني بالنسبه لي كلش امن بهذا الموضوع. طب عادي وهجت لي فيها شوي علي اشوفها انا لانه صراحه ما قدرتش اشوفها مزبوط كثير حلوه القطعه كثير حلوه. هلا دقيقه سؤال لحظه انا ضعت اي انت تنوره ولا هاي تنوره تنوره صح اه اوكي تنورة. مش قطعه من فوق لا لا تنوره فكرت كمام اول شيء بعدين ما استوعبت حلو كثير لا حبيت هالقطعه كثير عن جد حلوه حلوه بصراحه بالزبط. حلوه وبيها قصه مثل ما ذكرنا. طيب صح. تفضلي ويانا نرجعني مكاننا يعني ما اعرف اني بصراحه بالكولكشن اللي شفناه يعني صح انه كم قطعه قليلين ولكن كل قطعه منهم كان بها قصه كان بها فكره وكان بها رساله. هل هذا الموضوع انت معتمدته بكل القطع اللي ممكن تنزليها؟ يس. في كمان شيء عندي انا كل قطعه بسميها لانه انا بالنسبه لي القطعه اللي بتعرفنا على الاسماء هلا بحكي لكم اسماء انه كل قطعه بالنسبه لي صراحه انه يعني هو ماجيك زي ماجيك هي كانت قماش وتخيطت وصارت شيء ينلبس فمشان هيك بتكون عزيزه على قلب القطعه يعني. حلو. اسمائهم ما حسب الكولكشن حسب الكولكشن. هلا الفستان الاسود اسمه اي ثينك ان بلاك كله اسود يعني. حلو. التوب الابيض هون اسمه ناماستي ناماستي اوكي واللي هذا دريس دريس اسمه شارب. حلو كثير. طبعا حلو الموضوع انه يكون في اسماء للقطع انت عم تعطيهم هويه اكثر من انه كمان انه هم بس قطع يعني انه بيلتبسوا فهذا شيء كثير حلو يعني حتى لازم احنا اظن نصير نسمي قطعنا بالبيت يعني بصير اقول لك وهج والله ناوليني فستان سيده ملعقه مثلا كثير بيطلع حلو لو الاسماء هاي كانت موجوده يعني انا طلعت مع سيده ملعقه بس اكيد رح اسميهم اسماء احلى من هيك بس كثير حلو الفكره حلوه كثير صراحه يعني عجبتيني بهاي الفكره. طيب اليوم من الناس اللي حواليك من اصحابك من عيلتك من الناس اللي يعني حتى زباينك اللي بيشتروا منك كيف عم بتلاقي دائما عم بتكون ردات الفعل والفيدباك تبعهم على قطعك؟
يعني تقدر تحكي حلوة إنه هم اللي بيخلوني صراحة أكمل. حلو. خاصة لما يكون في عندي الناس اللي تشتري مني عمتها تشتري مني أكثر من مرة. ف يعني بحس إنه بعامل الكاستمر كذي على أساس إنه هو صاحبي، إنه بصير كلهم أصدقاء. نعم، عزيز على قلبي، إنه بعامله معاملة إنه حس هو كمان إنه هو قريب علي أنا كمان. إنه مشان أعرف شخصيته هو لما لقدام بده إشي كاستم ميد أعرف أساوي الإشي لما تكون شخصيته هو. فال هو الفاسيتيف كومباك أو الفيدباك هو صراحة يعني خليني أكمل. صراحة أستاذة مي هاي نقطة كلش مهمة. طبعاً. يعني بأي مكان يروح الشخص، أي زبون بأي مكان بالعالم، أنا بالنسبة لي أهم شيء بأول الأولويات إنه أكون يعني مرتاحة بالتعامل مع الإنسان اللي قبالي، حتى لو كان أكو شيء كلش عاجبني وحسيت إنه الفايبس الشخص اللي يتعامل وياي مو بالمستوى المطلوب ما راح أخذه. فهاي نقطة كلش مهمة بصراحة واحد ينتبه عليها. طيب ما فكرتي أنت تعاونينكم بينكم تعاونات أنت مع شركات أو براندات معروفة أو مصممين آخرين؟ هلأ من جديد صراحة عم بشتغل على إشي جديد، يعني هو كولابوريشن بيني وبين ديزاينر هيطلع من جديد إن شاء الله. بس يعني هو توب سيكريت. حلو. ما بنستنى عنه. لا بنستنى لحتى يعني تعلني عنه، بعديها إن شاء الله أكيد بنحكي عنه إحنا. طيب اليوم كمان ساتنين بدي أسألك عن موضوع التسميات، أنا كثير معجبة هذا الموضوع فرح أضلني فيه شوي. لما يجي حدا من أصدقائك اللي هم زباينك، خلينا نحكي لأنه أنت بتعتبريهم أصدقاء، فلما يجي حدا من أصدقائك يوصي على قطعة معينة، هل بتعطيهم كمان شرف تسمية هاي القطعة إنه يكون لهم كمان هم دور بتسميتها، ولا أنت بتسميها؟ أنا بسميها صراحة، بس عجبتني الفكرة. معناته خليها مطروحة واردة. يعني بالمستقبل راح نشوف أكو مشاركة بالآراء بين الزبائن. طيب ساتنلي شنو القادم؟ شنو الأشياء اللي مخطط لها والطموح والأهداف المستقبلية؟ هلا من مثل ما حكيت هلا عم بشتغل كولابوريشن مع ديزاينر ثانية، هو هذا أكبر إشي عندي هلا صراحة. إن شاء الله حيكون حلو. إن شاء الله أكيد أكيد. يعني لقدام شوي عم بفكر إني أعمل آت كوتور لاين. انه مش بس الريدي تو وير، انه بس مش هلا لقدام شوي بلكي، لانه مش حاسه في عليه اقبال قبل ما ابني حالي اكثر واكثر، لانه الاوت كوتور هو صراحه شوي صعب. انه بده شغل كثير. صحيح. فممكن هو هذا الشيء التوب برايورتي عندي اني اوصل للاوت كوتور. طيب يعني بيجينا سؤال من بعد هذا الحديث كمان ستنين، انه مين اللي بيساعدك انت بالقطع؟ هل كلها شغلك انت اللي من اي تو زد بتشتغليها، ولا في يعني خياط، في مساعده، في حدا بيعطيك مرات افكار، بتستوحي فكره مثلا من موقف معين عم بيصير معك وفي حدا عم بيساعدك فيه؟ هلا انا براند تبعتي الكرو تبعي بس فوتوغرافر موديلز والتايلر وانا. حلو. انا بعمل القطعه، بعمل الباترون، بشتغل على كل شيء، تكنيكال ديزاين وكل شيء. اذا انه حسيتها شوي صعبه انها تنفهم على الباترون بشتغلها انا، بعدين بوديها للخياط. اوكي. نعمل سامبلز وهيك، بعدين تروح على الموديل، فيرست فيتنج، فوتوغرافر، تصوير وهيك و... حلو. نايس. حلو، يعني العمليه متكامله بجهود ممكن بسيط، ولكن نشوف اليوم نتيجة وعطاء كبيرة جدا. احنا اكيد ستنا كلش سعيدين بك بصراحة، والفايبس وروحك الحلوة كانت موجودة وانا يعني اضافة كلش حلوة لحلقتنا، فنتمنى لك كل التوفيق وراح نبقى متابعين وياك كل تفاصيل ان شاء الله. شكرا لكم.